عتليتا 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 يا اخوان مفيش نو عتليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عتليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة عتليتا عتليتا عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عتليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عتليتا يا عتليتا شوف هنا يا عتليتا لحد هنا وكفاية ما تزور أي مريض هيا يا يما يرضيك أقصر من الناس أي يرضيني قصر قصر وما تزور أي مريض تاني جبالك بنت المأمون جاتنا هنا بتشتكي منك قالت خلعت أبوها ما خلعت والله قلت له يا حاج انت مرضك عضال غلط غلط تقول له كده غلط المريض بيطمنوه وبيبشروه يا نايمة أكذب عليه اسمع هنا يا عتليتا انت دكتور لا بتفهم في الطب لا بحذرك تاني ما تزور أي مريض أيما الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا يما ما تخلينا أقصر من الناس ده ما واجب الله يرضى عليك يا يما جيب لي شبشب عشان أمرك دقت عتليتا دقت عتليتا أرح يا جلال جلال يا قبالي أرح جلال أخوي عليك الله سوقه معاك ما بسوقه أنا ما بسوقه ما بسوقه ما بسوقه شوفي المرة فاتت فتني عمك محمود عشان أقول له كفارة قال لي كلام كده عجيب لعمك محمود ليه حسي عمك محمود منطد عينيته لا لا عيني لا 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 عليك الله سوقه عليك الله سوقه ما بسوقه يا أخي أرح يا جلال أبقى مالك أرح عم طاير ذا عيان تعبان أنا ما مالك ما مالك؟ ما مالك ما ماشي ما ماشي كله ما ماشي يمكن 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 مش العصر يمكن كده يعني العصر هاي لكن برجعنا للعصر يمكن ما اعرف يا قلق يا اخي اسمعيني اسمعني انا ما ماشي انا عندي ظروف عندي ظروف يعني ما انا ما عارف مش العصر انتظرك انتظرك ما تنتظرني انت امشي انا ذا شفت يمكن مش الصباح يمكن مش الظهر يمكن مش العصر يمكن اكون ماشي كده مشوار القى نفسي مش يعني انا ما انت امشي جلال اخوي عليك لا تدفع فرصه واحده بس بصراحة يا عتليتا انت بتشتر زيارة المريض كيف يعني؟ يعني متغارين مرض زول بمرض زول تاني جدا حاضر سمح خلاص سوقوا معك يطولك يا روح خلاص شفته؟ حنمشي حنمشي للمريض شفته؟ وحنخش على المريض كلمة واحدة كفارة ونبقى ماكي يعني ما نسلم عليه ولا نقول له البيك شنو ولا عليك شنو شفتي ما نطيبه خلاص خلاص كلمة واحدة كفارة ونبقى مارقين ما في مشكلة خلك يا ميدر أشرب العصير الكمين حالك ما خليني أنا ما قادر كده ما بدي يا ميدر أنت بيومين ما دخلت حاجة في غشمي حالك ما خليني أنا ما قادر تعبانة شديد وحيلي ما شايلني ممكن توديني جوه أوكي يا ميدر هاك يا ابو يبلع الحبه دي سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمه كيف حالكم اهلا وسهلا ان شاء الله بخير تفضل الحمد لله ازيك يا حاج الله يخليك ان شاء الله بخير والله الحمد لله ان شاء الله اكل والله عدم شوربه بس اصلا ما باكل ثاني بس غير الشوربه حاسب شنو يا ولدي حاسب طعنه هنا طعنه اي بيجيك مره ولا طوالي طوالي بيجي لي طوالي دي طعنه كتلة الضوء ها يعني شو لا 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 ما في يعني حاجة ما في حاجة شوفي المرض ما بقتل لزول كويس بعدين يا أخي شفتي يعني رب رديه الصحة وديه العافية وانت إنسانة متعلمة وقارية يا أخي بعدين ما تسمع كلام زول ده درويش ساكت درويش كيف ما صح ما الطعنة دي يا هل قدرة الضوء ما صح أبوي أمرقوا برا أمرقوا برا الزمن ده ما له صعب كده الزول نصه ما يقول النصيحة اذكرتها
ما يددعني انا يا اخي، نمشي بعد ما لا الناس كلهم كفرنا له ونمشي نكفر له، نقول لها سلامتك. شوفي عقليتك هاي بمشي لي مايده نمشي سمايه، خلينا يا اخي. يا جلال يا حي زيارة المريض يا اخي، الله يبارك عديل يا اخي. سلام عليك. انا كويسه يا مجد. انا كويسه الحمد كويسة لله. كويسه 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 ها كويسه هاي تمي العصير. انت كويسه هاي؟ انا كويسه كويسه هاي. انا كويسه كويسه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا كويسه هاي. انا كويسه صح. مرحبا تفضل. كويسه كويسه هاي تفضل. ان شاء الله كويسه. سلام. كويسه مرحبا. انا كويسه خالد مرحبا بك تفضل. هلا ولد انت حلقه نروح. انا كويسه. وين في شنو؟ عجليتا نور بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عجليتا الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة. عجليتا عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. عجليتا يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عجليتا يا عجليتا عجليتا